اتجاه ماكسي، ماكسي بطريق، ماكسي بكورة، هيا يا ماكسي، والكرة تتحول لضربة مرمى، أول محاولة ليبية كانت من الهريش لعمامي، انطلق الماكسي، ماكسي في مناطق برازافيل سدد، ومتابعة أخيرة من السلبة بلو. تلعب كرة في مناطق برازافيل باتجاه سابو المعتصم بالله سابو، سابو يلعب كرة عرضية والحارس هي الكرة في المرمى، صالح على الطاير صالح، وصالح يعلن عن تقدم الفرسان، صالح الطاهر كيف ما شاء سددها. كرة عند بيسكي، بيسكي داخل المنطقة فرصة خطيرة، شارك بن سلام محاولة خطيرة التعادل عن طريق جونيور ماكيسي وسط باتا، يعني تبادل الكرة في منطقنا، تمهيد كان من امبونغو. منتخب برازيلي في الهجوم محاولة خطيرة تسديد الكرة لضربة مرمى، محاولة كانت خطيرة من جانب اللاعب روسان. كرة طويلة تغطية من التربي، بس الكرة عند ماكيسي، ماكيسي ماكيسي ومجنوس تصدر هذه الكرة، مجنوس استوى مدارس 2014. كور باتجاه المرمى ونشنوش مرة أخرى يتألق ويبقى مرة أخرى، نشنوش يظهر إمكانياته الكبيرة. تلعب كورة بالجهة اليسرى عند ديمتري بيسكي، ديمتري بيسكي كورة خطيرة وفي المرمى العملاق محمد نشنوش. كرة ليبية تلعب الآن، انطلاقة عبد السلام، هيا عبد السلام، هيا 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 عبد السلام، هيا عبد السلام، كرة النصف النهائي. كرة مرمى الدفاع تصل عند صالح الطاهر، صالح الطاهر، صالح الطاهر، يمر صالح الطاهر، صالح الطاهر، صالح الطاهر، يسدد، خطيرة كرة صالح، ضربة مرمى لبرازافيل. داخل المنطقة، جماهير باتجاه تروني، محمد تروني، مر تروني، تروني، تروني الكروس والحارس، الحارس موكو بثبات. الشوطة ضايعة، الكرة البرة، الكرة البرة ويضيع منتخب برازافيل. سند 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 وليبيا في النصف النهائي، ليبيا في المربع، الركلة الخامسة بالشبكة والفرسان إلى المربع عن طريق ركلات الترجيح، ركلات المعاناة، ركلات اليانصيب، سيناريو ساوث أفريقيا يتكرر.